عايز اخدك بقى بعد كده اللحظه، لحظه فرح، وهشوفك بعد من المباراه بعد تتويجه ببطوله كاس مصر امام نادي الزمالك وشارك وتالق، بعد ما رجع قلت له سلبيات ولا اخيرا قلت له ايجابيات؟ سلبيات برضه. سلبيات برضه؟ يعني الراجل كسبان بطوله وامام الزمالك واول بطوله ليه؟ هقول لحضرتك على حاجه. احنا في نادي الاهلي متعودين على النجاحات والايجابيات. اسمع بس يا كابتن، لان في حاجات ممكن تكون غفله على الجمهور وعلى الناس. النادي الاهلي ما بيدورش هو خد كام بطوله، النادي الاهلي بيفكر وبيدور هو ليه حصل بفوز في البطوله دي او في الماتش ده. انت خدت بالك احنا بندور على المشكله اللي حصلت، ان احنا ما خليناش خدنا بطوله مثلا دوري الصالات لكره اليد، ما خدناش دوري تنس الطاوله، ما خدنا اللاعب فلان فلان خسر المباراه. لكن الطبيعي ان احنا بنكسب، وان الطبيعي ان النادي الاهلي يحصل على بطوله كاس مصر وكاس السوبر وابطال الدوري وابطال افريقيا. اكيد هو ده النادي الاهلي. عايز اخدك ماشي اتفضل يا كابتن. احنا بندور على عمر النهارده في كورتين، انا بقول لك النهارده في ماتش الاهلي والزمالك بطوله كاس، في كورتين انت ما كنتش 100% فيهم، ايه هي بابا؟ كذا 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 وكذا كذا. طب ما خلاص احنا كسبنا وانا اتحركت. لا وهو ايه بقى؟ مش مستقي. يقول لي طب انا التحرك بتاعي الجول الاولاني جه لما انا اتحركتك. هو بيقول بقى على حاجه هو عملها، فانا اقول له ايه؟ اكيد انت لازم تعمل كده، انت في النادي الاهلي. طيب لازم تعمل كده يعني. لكن خلي بالك جوايا في فرحه طبعا للاسف ما بقدرش اخرجها كلها. لاني لو خرجتها يبقى احنا هنتوه انا وهو. طب عشان انت بتقول الكلام ده عشان انت راجل اشتغلت في كوره السن كتير، فانت عارف دايما عايز تشوفه في افضل صوره وافضل حال.